شو قال بابريس. وي صافي شوفي انا درت بلاصه خايبه ديت الجول صافي جيت لقيت الطوموبيل مضروبه الزجاج هابط هكا ما فهمت والو. انا حرام عليك السكينه علاش تواليت من غاد نشوف شنو غادي يديروا. انا طار دابا علاش حركتي الطوموبيل قلتهم مصيبه كتزيد على مصيبه شاد الحياه الزمر ومالك انا نخلصها لك عارفين عندي لاسيرونس انا متخلصي ما نخلص لك غير خاصك شكون اللي قال لك خلصي لي الزجاج السكينه درهم دابا واش انا قلت خلصي لي شي خريه. كوكو حبايبي الزوينين صافا اموركم هانيه مرحبا بكم في فيديو جديد. كيف ما شفتوا معايا في البدايه ديال الفيديو مقلب فائزه عارفين فائزه ردت الفعل ديالها كيفاش غادي تكون. انا شوفوا الا ما عقتش بيا راه غادي يكون مقلب خطير حيت انا الفكره من عندي من شحال هادي وبغيت غير تجي الفرصه فين نديرها فيها سورتو انني كنمشي للجولف كيف ما كتعرفوا كاين الجولف بوسكوره كنمشي مع اختي دونك هادي هي الفرصه. قلت لها اليوم البارح نورمالمون خديت نعدا الطوموبيل قلت لها راه غادي ندي هبه هي وصحابتها للجولف وما عنديش طوموبيل دونك خديت نعدا هي الطوموبيل داكشي وانا عارفه عزه على طوموبيل صافي بزاف ما تبغيش زعما تادى ليها وتا انا زعما انا كنخاف زعما ما نبغيش توقع الله يحفظ شي حاجه ولكن انا غنمشي النقطه الضعف ديال الفائزه هي الطوموبيل ديالها دونك انا كيف ما كتشوفوا معايا شريت هاد اللعيبه اللي هي كيديروها في البار بريز على اساس هادي باش كيديروا لي برانك على اساس انها راه ضربت بالكره ديال الجولف ولا ديال ولا اي المهم هادي ديال الجولف. انا غادا نقولها بلي كنت في البلاصه ديال الجولف وحطيت الطوموبيل في بلاصه انتيردي وتما جات فيها المهم غنحاول ديك الساعه كيفاش غادي نبدا البرانك يا ربي ما تعيقش بيا زائد انني ضحيت بكاس ضحيت به وهرستو حيت ضروري الباربريز الا ترتد راه كيكون شويه ديال الزجاج غنحاول نشتو هنايا وبقات في حاجه وحده هي الكاميرا ما عرفتش كيفاش غادي نفيكسيها واش على برا واش هنا القدام ولا الله يا ربي زعما يجي داكشي كما انا متخيله. شوفوا دعوا معايا معايا في هذا المقلب يدوز يا ربي بخير على خير. المهم خليكم معايا شوفوا هاد الحريره كيفاش غادا تخرج يلا ليتس جو دابا غادا نمشي باش غادا نلصقها ونرجع معكم. A few moments later لي زامي كيف ما كتشوفوا معايا عرفتي راه كتبان حقيقيه جدا سورتو مع داك الجاج الله يحفظ وصافي يا ربي تخرج هادشي بخير على خير. المهم انا دابا غادا نعيط الفائزه نقول لها هبطي دغيا خاصني نهبطها دغيا باي طريقه تهبط خليكم معايا. لي زامي انا دابا وصلت حدا الدار انا عيطت لها يا ربي تجاوبني كتجاوبش الو سكان الو فايزه صافا بخير فينك في الدار؟ انا في داري انت شوفي انا راه لتحت ضروري غتهبطي عندي بغيتك ضروري شي حاجه اورجون ضروري لا 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 ضروري فائزه شي حاجه ضروريه خاصك تنزلي دابا دابا فائزه لا ضروريه شي حاجه خاصك تشوفيها يلا فين البلاصه انت لتحت انا لتحت هبطي يلا تسلي واحد القسم عندنا نهبط نكمل دابا فائزه دابا علاش نكمل نجي راسو كاينه دابا شي حاجه كحسن دايره على النشير هبطي دابا A few moments later شوفي بلا ما تغوتي بلا ما حتى شي حاجه لا لا قولي لي شنو طاري شوفي شو قال بابريس وي صافي شوفي انا درت بلاصه خايبه ديت الجولف ما كانش هي نهضلك كاع الطوموبيل طويلي دخلت لهنا عرفتي راه الحمد لله ما تعرفتش كلها هذيك بعدا نقدروا نرقعوها عرفتي شنو راه انا ما فهمتش حطيتها في بلاصه انتيردي
جيت خل ما فهمتش هزيت الطوموبيل جيت عندك ما عرفش شنو ندير تما بقاو عليا ما يمكنش علاش حطيتها هنايا ما عرفتش دغيا هزيت الطوموبيل جيت عندك ما عرفش شنو نديرو دابا ما عرفش شنو غادي ندير علاش دابا اول حاجه انا مخلصه لاسيرونس علاش هزيتيها من تما حيت انا حاطاها في انتيردي راه ما يمكنش انا اللي حطيتها في الانتيردي بلاصه انتيردي والسيد شكون اللي دار هادشي ما عرفت جيت لقيت هبطت مع هيبه هبطنا كنتسنى فيها صافي جيت لقيت الطوموبيل مضروبه الجاج هابط هكا ما فهمت والو انا حرام عليك السكينه علاش تو ما خصكش شي حاجه وقعت بحال هكا ما تمشيش من الطوموبيل في البلاصه اللي كنتي فيها انا تخلع غير طوموبيلك علاش تخلعي لك جبتها لك باش شوفي شنو غادي ديري نشوفوا لا سيرو علاش جبتي لي عيط لي انا نجي عندك لهنا فين وقع هادشي علاش نعذبك نجي نهزك ويلي على عذاب دابا عدرتي لي العذاب فين وقع انا بلاصه هادشي يا سكينه الجولف جولف ديك الساعه بغيت في الجولف انا نجيب عندك يا سكينه دابا انا ما فهمتش جيبي زوبيه انت لعندك يا سكينه راه كنت كنعيط لك وما كتجاوبيش عيطت لك الصباح وما جاوبتينيش والله ما لقيتش ابان ايوا انت شوفي ما كنتيش دايره كونيكسيون شنو انا ودابا الطوموبيل ما خصهاش تزعزع من البلاصه فين ضربوها الناس تما وانا مالي دابا كتعاود هي تشهد الجولف كاين الكاميرات ايوا ما يلا دابا نمشيو احنا نمشيو دابا هاد الصاكك ولا ما عزاش سكينش كي دايره انايا هادشي غمصابه والله باش عطاونا لا سيرون داكشي نستافدو منها ديري الصمطه نمشيو ديري انت شمشي انا هكا سكينه واش تمني انت ونقعدو نشوفو شنو غادي يديرو انا طروطار دابا علاش حركتي الطوموبيل ولا راه ممكن نرجعو نقول لهم راه ضربتو هي كورتون باقا عندنا باقي هادشي باقي الجاج وهادشي ما منين جبت انا الكور راه ديالتهم مصيبه كتسيد على مصيبه شاد الحياه الزمر ومالك خراد يلا نمشيو طلعي لبسي نمشيو انا ما عرفتش شنو غادي ندير ياك بعدا لاسيرونس مدخله فيه الجاج مدخله سكينه ما وصافي راه غادي يبدلوا لنا لاسيرونس ما عندك مناش تخافي ما طرا والو ليك انت شكون اللي كانت هيبه ما كنتش فيها الحمد لله ما كناش لداخل تخيلي هادشي ما كنتيش فيها ما كناش فيها انا كنت نازله فاش جيت لقيتها مضروبه هكا انا ما فهمت والو راه دخت خليت هيبه خليت كلشي تما وقلت لهم بلاتي نمشي نجيب مولا الطوموبيل ونرجع دابا شنو غادي ندير باش يخلصها عليك تخلص عليا وتخلص عليا ما نخلص لك واش هادشي بقات في الخلاص حيت انا اللي فوق هادشي بقات في الخلاص بقات تكوني عاقله ملي كيوقع هادشي كتكون عاقله كتهبط وتقول لهم اويلي هاد الكره ديالكم شوف شكون اللي ضرب وشوف شنو وقع لي هنايا انا اللي كنحشم انا يا الناس تما تحشمي في هادشي واش تحشمي معريه تحشمي انت مريضه ولا مالك انا نخلصها لك عندي لاسيرونس انا متخلصي ما نخلص ليك غير خاصك تكوني ذكيه وما تحركيش الطوموبيل قول لهم ها الكاميرا ها كلشي كاين شي شنو طرالي انا الطوموبيل شي هادشي انا جيت نهزك باش تحضري تقول تهضري معاهم انت انا عارفه انك خطا خلي الطوموبيل تما فين كانت الجريمه على رجلي عيط لي انا سفيان معايا في الدار نجي انا وياها تما وسمحي لي يا فايزه ما اخر مره غنهز لك طوموبيل ما لمتكش سكين حيت طراتي شي حاجه طرات راه طرات كيفاش درتي ما عجبنيش الحال شطرتي سكينه كون كنت انا وجات فيا قلت لك شنو وقع لك سكينه قلت لك موقع هيبه كانت جالسه حدا خليتيها وما كان لا فهادشي قلت لك كوني مريقله ما تنسيش الطوموبيل تما شنو نديرو دابا في الجاج واش غنديرو في هادشي مصيبه واش غنديرو انا نديها شوفي ارتي شوفي كيفاش هادي دخلات من الداخل راه شي شنو راه مصيبه راه من الداخل وبرا راه كارثه اجي فايزه اجي نقول لك اجي نمشيو لاسيرونس ياكي شوفي نمشيو لاسيرونس شوفي نمشيو لاسيرونس شوفوا شنو غادي يديروا معنا الاخرين ما غايديروا والو باينين ما غايديروا والو سورتو دابا قرب يظلم الحال ما عندهم ما يديروا لينا انا اللي حطيتها في انتيغدي انا اش غندير خاصو كاين دابا شي حاجه طرات ما عندي صافي يلا شنو غادي ندير شنو ندير صافي يلا نمشيو لا سيروس شحال الساعه وطلعي لبسي بعدا ما كاتش بيجاما اصلا السبعه هادي سالات لا سيروس حتى الغدا دابا هاد المصيبه هادشي مصيبه ورا مصيبه انا درت لك مصيبه درت لك كارثه خايبه لا دواء الحديد صافي ولكن ما تجيش انا يا تجي مثلا تكوني انت اللي واخداها ماشي انا دابا ما عجبنيش الحال شحال غتقام عليك الطوموبيل نخلصها لك دابا واش انا طلبت منك اختي شي حاجه لا حيت انا كنحس براسي بفوتشيف صافي دابا اللي طرا واش ندير لك اختي شنو ندير ما عندي ما ندير نخلصها لك اش كتهضر بحال هكا واش نخلصها لك حيت ما عجبنيش الحال فائزه
علاش كتشعلي فيها سكينة؟ واش داك شحال نحط لك 3000 درهم بشحال دايره اصلا؟ على هذه 3000 درهم انت الزمه ولا مالك؟ فار بريد ما انا بشحال مع لاسورون داكشي راه هي هذيك. واش تمنيت كديره ما كانت 6000 درهم 7000 درهم والله لا زيتي يا بابا شنو هي 7000 درهم نحطها لي؟ انا ما قلتلكش حطي لي ولا حطيتلك 3000 درهم قلتي لي هذه شنو؟ علاش دابا عصبتيني؟ علاش بغيتي تعصبيني؟ يعني بغيت انا نخلص لك الدجاجه. شكون اللي قال لك خلصي لي الدجاجه سكينه؟ 7000 درهم دابا واش انا قلت خلصي لي شي خريه؟ صافي اول حاجه قلت لك واش ترى الدريه شي حاجه شحال دابا شوفي غير استوعبي شنو قلتي. قلت لك شحال؟ قلت لك واش 3000 درهم؟ قلتي على مالها ساويه 3000 درهم 7000 درهم ماشي حط لك 7000 درهم غير ما تقدرش تخرجي العيب انا بعدي منها فائده صافي انا حنا انا حيت في الطوموبيل وقع لك هكا غير نخلصها لك صافي ما نتسنى لا لاسيغونس لا حتى شي حاجه صافي حتى يعطوك ديك الساعه ودبري راسك انت وانت وجهك ديك الساعه صافي صافي غير سيري دابا انا غنتكلف بهذا سمحي لي اخر مره غنزلك طوموبيلتك باش عمرك تبقاي تهزي عليا. كتجاوبي راسك وكتسالي انت كتهزي عليا وتحطي ما كيعجبنيش انت تهزي عليا اختي واش حطيت عارفين اول حاجه قلت لك واش وقعت لك شي حاجه لا تي راه هيبه وفي الاخر بديتي كتهزي وتحطي حق 7000 درهم انت تهزيتي دابا تحطيتي ما عجبنيش الحال انت تهزيت وتحطيت الحال انت تهزيت وتحطيت انت كتهزي عاوتاني يا فائده قلت لك لاصيرو زيد تكلم فين قلت لك جبدي لي انا شي خريه انت علاش معصبه حيت انا ما قلت لك تزرت مالكي قلت لي فائده قلت لك 3000 درهم قلت لي 7000 درهم شطرات لك شطرا لكم شي حاجه دازت ايوا صافي قلت لك 3000 درهم قلت لي اش من 3000 درهم 7000 درهم قلت لك ما كديرش 3000 درهم ايوا صافي غادي نعطيك 7000 درهم اللي باغا واش عطانيش انت مازال كتقولي فيها كتقولي ماشي 3000 درهم صافي صافي انا اللي كنتحمل المسؤوليه انا اللي هزيت طوموبيلك وقع لها هذا الشيء صافي نرجع لك هكا صافي وديك الساعه انا عارف كيفاش غنبدا نتصرف انا مع بنادم اللي عز علي حاجته وانا ما عندي من ندير به صافي كنت كنسالي شي حاجه لا عليك حاجته اويلي اويلي انا نرسيها ديك دقيقه ما تخلي ما ديري ما انت ما وقع لك والو وانت انا تقول لي 7000 درهم اش كتب عليك قلت لك واقع حالا فين قلت لك شي حاجه انت قلت لي 7000 درهم شكون اللي قالها انا قلت لك قلت لي 7000 درهم ايوا بشحال كدير ما كتلقاش 3000 درهم ايوا صافي ما عطيكش 3000 درهم عطيك 7000 درهم شنو هذا الحكايه سكينه فرانك كيفاش براند؟ فرسي لي الدجاجة باش ديري لي براند انا. اجي من الساعة. ودرتي لي الدجاجة ونسيها باش تجرحي. هاك. اوشي. براند شوفي. ديال شوفي عصبتي ناس كاين والله عرفتي بقيت متمسكة بأعصابي حيت أنا كنكره هاد السون عرفتي كنكره شي حاجة عرفتي خلص بعرفتي ويلي 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 مسكينة ضغية دورت عليها حيت جاتني لا أنا يا باش نقول لكم أنا في الحياة ديالي واخا تقصحت على الطوموبيل ما كنبغيش نحس ذاك الإنسان باللي دار شي جريمة صافي جبت الطريق خليها لا نجيبو لا بلا فايز والله ما كنبغيش نحس شي واحد باللي دار شي حاجه قبيحه صافي كنحاول نرتق واخا كيتي في قلبي ماشي مشكل الله ينعلبو الحديد قدام الصراحه قدام الناس وهذا انا اول حاجه شنو قلت لي قلت لك واش طرا لي ماشي حاجه صراحه مسكينه الدقه كاينه هنايا انا شوفي انا كنت متوقعه رده فعل الخايبه في راسك عرفتي راه صدمتيني واخا كنت كالميتي وانا حاولت نستفزك شديتك انا خلصت ما تخلصيش لي الزجاجه واش الزجاجه بصح قلت شي 3000 درهم بصح كنت راه هادشي راه القليله 6000 درهم 7000 صافي نحط لك 7000 درهم فائده ما تبقايش تهزي لي كيفاش ها هو الزجاج كيفاش هذاك كاس هرستو وهذيك غير ستيكر تتحيدها من برا ومن الداخل عرفتي كي جاك البرانك والله هي تمسروه كي حسب لك بصح نيت عرفتي انا قلت غتعيقي بيا سيرتو فاش خرجتي على برا خفتك غير تقيسيها ولا شي حاجه خفتك تعيقي الدجاج ما يمكنش لا لا هذا مقلب خطير عشناه ملي شفت قلبي زاد بالرجوع نقول لك الصراحه عرفتي شعوري الداخل قلبي قلتها لهم ولكن عاوتاني قلت شي حاجه مكتابه الحمد لله على سلامه الناس اللي كيكونوا من الحديد والله فلوس راه حنا كنديروهم ماشي هما كيديروا داكشي اللي كنقول الحمد لله بعد الخطرات قسما بايه الرحمن تنكون زيرو درهم وكان نقاسي ونتقاتلوا هذا وربي كييسرها راه باش نقول لكم واحد الحاجه واحد النقطه راه الفلوس خاصك حنا اللي كنديرهم ماشي هما كيديرونا
عمر شي واحد وسمحي لنا على هذا البرانك شي حاجه حيت راه ما يمكنش. راه قلت اهم حاجه البنت ما تكونش تقاست والله، ولكن ملي شفتها هي قلبي تزعزع عليا بقى فيا الحال، ولكن اهم حاجه ما يتقاسوش. بلاتي ندور الكاميرا فايزه، غير سمحي لنا على هذا البرانك والله ما الحمد لله. شي بحال هاد المسائل كتقول يا ربي يكونوا مقاليب ولا هادشي بصح. أيوة صراحه الحمد لله. شوفوا والله كنت متوقعه ردت فعل غتكون خايبه من فائزه. لا نقول لكم واحد الحاجه، انا ماشي صدمتك شي، انايا فهاد المسائل مثلا منين كنكون في الدار وترسات شي حاجه ولا تنقول لقات البلا ولباس، انا اللي شريته وعاوتاني نشري بحاله عادي، يعني ماشي نحسس داك الانسان بشي حاجه اللي دارها قبيحه لواحد الدرجه اللي خايبه. صافي كنحاول نكالمي باش حتى هو ما يديرش له عذاب الضمير، وهذا كيفاش كيقولوا حيت يوقع لي بحال انا كيوقع لي بحال هكا، الا هرس شي حاجه ولا هذا سيرتو ملي كنت مع ماما راه عزيز على حاجه، ملي كنهرس شي حاجه وعلاش وهذا كنحس براسي درت شي جريمه ما عرفتش شنو هي، وبالامكان ديالي نمشي نشري بحاله وما تعيقش بيا. انا ولات فيا هذه الا ترسات شي حاجه ولا هذا كنقول القاتل بلا ولباس، حنا كنديروهم صافي ماشي مشكل. فايزه شوفي كنت كنقول غدا ندير فيك هذا البرانك وغتعيقي بيا فراسك، كنقول ناري لا والله ما عرفتش مسروه داك الكاس اللي هرست وداك الجاج وهاد الهايلالا كلها، انا تخلعت باللي كنت خايفه زعما تخش عيني، ولكن لا دابا مرتهابك برافو. كعرفت واحد الحاله انا فيها الفوق كنصبن عرفتي درت داكو. ايوا اختي شنقول لك دابا ديري دارك وتشوفي الصراحه الله وقعت لي اللعيبه نقولها لهم حنا بادين زعما الفلوق بادين. تخيلوا معايا نقول لكم الام عارفه اش نقول لكم، ملي تشوفوا البنيه ديالكم ما كدير والو في دار زعما ما تقولوا زعما الا مشات مثلا عند راجل ما دير والو، حيت بزاف تيقولوا هادي. ولكن انايا منين جيت لداري بوحدي داكشي اللي ما كنتش كنديرو في دار مع ماما وهذا قسما بالله العلي العظيم الا كندير بحال ماما ملي كنت معاها الصراحه ديال الله كتولي حاره وفي شكل ما كتبغيش اللي كبر في هذيك العيشه ديال النقاء وهذا كتولي نفسك حاره الصراحه ديال الله. ايوا هادشي اللي كاين الله عليك وبصحتك مقلب. لا المقلب والله حتى برافو عليك جاب العيد. باش نقول لكم واحد الحاجه لقيتها في لي فيديو هذا بالنسبه للناس اللي كيقولوا لنا واو والله حتى تمثيل هذا حشومه تحلفوا بالله. باش نقول لكم حيت الا جينا نحسبوا لكم شحال من مقلب ما حطيناش راه تموتوا بالضحك. عرفتي شحال من مقلب كنبداوه وملي كنعيقوا ببعضياتنا ما كنكملوش، علاش؟ لانه كون ما كانوش ناجحين المقالب ديالنا راه ما غاديش يطلعوا وما غاديش يتبارطاجاو وما غاديش يتهزوا باش يتحطوا في شي شين ديال الفيسبوك. حنا ما عندناش شين فيسبوك، راه الناس هازينها لينا راه ماشي ديالنا. باش نقول لكم لي باج فيسبوك في يوتيوب كاينين باجات اخرين وحتى في تيك توك. حنايا راه الحمد لله شي حاجه الا كانت فيها المصداقيه كنحطوها، ما كانتش راه كنانيليوها كاريمون باش ما نحطوهاش باش يبقى ديك المصداقيه في وجوه الفرحه ديال الناس ديالنا. الله يحفظكم من جديد. تبارك الله عليكم تبارك الله عليك فائزه، نتمنى المقلب يكون عجبكم اليوم. قولوا لي في لي كومونتير كي جاتكم رده الفعل ديال فائزه ونتبارك الله عليكم. بغيتي تستفزي يا ويلي كتقولي راه خلصت هي مسيره ما قالت لك والو ما قالت لي والو، ولكن حاولت نستفزك باش نعصبك ولكن عقلي راه ديك ليت حضي راسك. لا نحضي راسي لي زامي نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد كنحماق عليكم. بيزوات طلعي تعاوليني فاش عرفتي شنو الدار غنمشي نشوف جبنا الحوايج كاملين دابا مع داخل البرد جبت الحوايج ديال البرد وخبيت شويه ديال الصيف ولا فيا واحد البرد خطير من ورا العمليه وليت نحس بواحد البرد عاد ما يمكنش وليت مبراده. دابا جبت الحوايج اللي كنت خبيه وهذا نصبنهم اللوينات بوحدهم انا باش ما يطلقوش ليا ونشمشهم مزيان باش نستعدوا للبرد. انا من الناس اللي كنبغي فصلوا الشتاء. شكون اللي بحالي يقول لي كومونتا ما كتبرونزي ما والو. شوفوا انا على كولا ولات تبرونزي شوفوا انا وجهي نورمالمون حتى هاد لاكولا غادي نشيلو موالفه كنكون بلق على هكا، ولكن شوفوا كل حاجه وحلاوتها. صافي ما نطولوش عليكم دابا نتلاقاو في فيديو جديد. باي باي.
don't wanna go ring dancing, dancing. I don't need no fake love.